بمشاركة 24 دولة عربية وإفريقية انطلقت فعاليات ملتقى البيئة الساحلية بالغردقة واللي بتنظمه مصر تحت عنوان التغيرات المناخية قضية الجميع. الملتقى ده بيستهدف عرض دور الشباب العربي في حماية البيئة وإعداد دراسات علمية وكمان دورات تدريبية حول البيئة الساحلية، وده بمشاركة عدد من شباب الجامعات المصرية. وأعتقد ده صحيح. واحد من الحاجات المهمة اللي بقت تحصل مؤخرا، إن ما بقاش كلام نظري، الشباب صحيح. اللي هتنفذ هي اللي بتشارك وهي اللي بتحط صحيح. رؤية. تعالي منا نعرف تفاصيل أكتر عن الملتقى. معانا على الهاتف الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. بنرحب بحضرتك، صباح الخير يا فندم. صباح الخير فندم. ملتقى مهم في توقيت مهم، حابين نعرف من حضرتك أبرز فعاليات ملتقى البيئة الساحلية اللي بتنظمه مصر حاليا في الغردقة. الحمد لله احنا مشاركين معانا يعني العدد كبير من الدول العربية والأفريقية. هذا اللقاء بيقام بالتعاون ورعاية جامعة الدول العربية، ده كان أحد توصيات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الأخير، وأوصى بدعم وتفعيل هذا النشاط. بنشارك مع محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة ووزارة الشباب المصرية، مجموعة من الهيئات المصرية ومجموعة من شباب الجامعات المصرية بيمثلوا يعني الوفد المصري والشباب العربي والأفريقي، وبنلتقي لمدة 5 أيام من 1 لـ5 أغسطس عن التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والتغيرات المناخية وكل وتأثيرها على البيئة الساحلية. أكيد. طيب يعني إحنا عارفين إن طبعا بتبقى في أهداف عامة وبتبقى في رسائل بيستهدفها الملتقى للملتقى البيئة الساحلية بالغردقة، لما نيجي نقول الشباب قدروا يقدموا إيه وقدروا يفكروا إزاي، وكلها حاجات قابلة طبعا للتطبيق. اللقاء ده خاص بمفهوم جديد احنا عايزين نوعي الشباب بيه ويركزوا عليه، اللي هو مفهوم الاقتصاد الازرق وفرص الاستثمار الموجوده، الاقتصاد الخاص بالبيئه الساحليه والفرص اللي موجوده فيه من استثمار او من انشطه يقدر يعملوا بيها. فده يعني ده هدف النشاط واهميته. طبعا الاهداف اللقاء ده ان احنا بندق نخوص الخطر يعني، وبنسلط الضوء على حجم التهديدات اللي بتواجه البيئه الساحليه نتيجه للتغيرات المناخيه، وبنعمل على زياده الوعي باهميه اجراءات عاجله للحمايه، بالاضافه لتبادل الخبرات. يعني احنا عندنا يعني عدد كبير من الدول العربيه والافريقيه وعندنا مجموعه من الخبراء المرافقين، فبيحصل تبادل الخبرات بين صانع القرار والباحثين والشباب من مختلف الدول العربية، بنتبادل أحدث الدراسات والخبرات في مجال حماية البيئة الساحلية. وهدفنا في الآخر تمكين الشباب، يعني تمكين الشباب من خلال برامج التوعية والتدريب ومشاركتهم في صنع القرار. يعني أهم ما يميز ملتقى البيئة الساحلية بالغردقة هو الحضور الشبابي دكتور ممدوح، حضور من الشباب المصري، الشباب الجامعي، كمان الشباب العربي متواجد بقوة. حابب أعرف من حضرتك مشاركة الشباب في هذا الملتقى، الأفكار اللي بيقدمها، وأهم العناوين لهذا الملتقى السنة دي. احنا عندنا مشاركة مميزة من الشباب المصري والعربي، وهو عد برامج وأنشطة وتقارير. يعني يمكن بعد اللقاء كده يعني حوالي الساعة 10 هيبقى في جلسة خاصة شبابية هم اللي بيديروها، هيبقى فيها أفكار وتبادل الأفكار. احنا التقينا بيهم في الأيام السابقة في عدة أنشطة وبرامج عملية. يعني بالأمس كان الشباب موجودين في منطقة سفاجة البحر الأحمر، المنطقة دي يعني فيها جزء من نبات المنجروف، وده نبات مهدد بالانقراض على مستوى العالم. عشان ما بقاش ان احنا بنتكلم بس، عملنا مشروع عملي وقاموا باستزراع المنجروف وزراعه مجموعه كبيره من الشتلات المنجروف في على ساحل البحر الاحمر في مدينه سفاجه. النهارده عصرا كده في حمله رمزيه معموله على شاطئ المدينه الشبابيه بتاعت وزارة الشباب في الغردقة، يجمعوا أكياس البلاستيك والزجاجات البلاستيك الموجودة، عاملين حملة برضو للتخلص من البلاستيك وأضراره. نستكمل جلساتنا، حتى كان فيها جانب ترفيهي وسياحي
وشافوا على الطبيعه بعض النماذج السياحه البيئيه على بعض الجزر الموجوده في البحر الاحمر، وازاي بنستخدم البيئه في السياحه ويبقى ليها مردود اقتصادي واجتماعي. عملنا جوله بحريه برضو امس يعني في الغردقه. يعني برنامج متنوع وجميل، يعني الشباب العربي والافريقي مبسوطين بيه. البرنامج ده بقى مدته المفروض هتكون قد ايه وليه بالذات في الغردقه؟ الغردقه عشان عروس البحر الاحمر، يعني زي ما احنا بنقول، يعني البرنامج ينتهي ان شاء الله غدا باذن الله. احنا مستمرين من يوم واحد ليوم خمسه. ده مجموعه من الانشطه اللي احنا يعني ده اللقاء السنه 10 الخاص بالبيئه السياحيه. احنا كل سنه حريصين عشان نعمل هذا اللقاء، وما اتعمل السنه اللي فاتت في شرم الشيخ، السنه دي في الغردقه في البحر الاحمر، قبل كده اتعمل في العقبه في الاردن، في القيروان، في تونس، في طرابلس، في لبنان. يعني بيبقى متنوع وبنعمله في المنطقه العربيه في المدن الساحليه. عظيم. طب دكتور ممدوح، ازاي بنستفيد من التجارب العربيه المختلفه في الحفاظ على البيئه وتحديدا البيئه الساحليه؟ يعني فرصه ان ملتقى يتواجد به هذا العدد من ممثلي الدول العربيه في تجارب متنوعه مختلفه في ما يتعلق بحمايه البيئه، ازاي بيتم ده بشكل عملي، تطبيق هذه التجارب وتبادل الخبرات كمان؟ والله احنا الشباب لما بنطلعوا على احدث المفاهيم زي ما قلت لحضرتك، يعني ان انا اخصص هذا اللقاء يتكلم عن الاقتصاد الازرق وفرص الفرصه الاقتصاد المستدام، وده مفهوم كتير جديد ومحدش كتير من الشباب كان يعرف حاجه عنه. صحيح. ده احد يعني احنا دورنا دور توعوي بشكل اساسي، ان احنا نوصل المفاهيم الحديثه للشباب ونشركهم في صدر القرارات. الشاب يعرف المعلومه الجيده من مصدر موثوق فيه، من عالم متخصص، بنبسط له القضايا الكبيره يعني وبنشاركه في وبنسمع رؤيته. يعني انا عايز اقول لك في الجلسه يعني اول امس يعني الشباب عرض جلسات في حاجات يعني ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي في 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 المحميات الطبيعيه، في مراقبه مش عارف يعني ادوا افكار الشباب، يعني حتى المسؤولين اللي كانوا موجودين من مثلا من قطاع حمايه الطبيعه يعني كانوا مبسوطين جدا، ويعني وطلبوا التجارب الشباب اللي جابوها. يعني هم ما شاء الله يعني على اطلاع اكثر بالنت وبالتواصل الحديث كده، فهم ادونا افكار لبرامج جديده كبيره وجديده يعني في الشباب ممكن يقوموا بيها. طيب خلينا نتكلم عن كل الجهات اللي ممكن تكون شاركت بشكل رسمي في الملتقى. نقدر نقول حضرتك بتقول شباب الجامعات، ايه تاني؟ اول حاجه احنا بنشكر يعني معالي وزير الشباب المصري يعني باستضافه كريمه في احد الاماكن الشبابيه المميزه اللي هي المدينه الشبابيه في الغردقه. يعني وفر لنا الاقامه والعيشه لاكثر من 150 شاب يعني واشرك وتابعنا على فكره من فرنسا يعني متابعه شبه يوميه، واوفد يعني المساعد بتاعه ووكيل اول الوزاره تحضر معانا يعني مهتم فاحنا نشكر وزاره الشباب المصريه يعني على دعمها. طبعا وزاره البيئه المصريه وقطاع المحميات الطبيعيه وقطاع محميات البحر الاحمر بنشكرهم على تعاونهم معانا. عندنا البحر الاحمر، محافظه البحر الاحمر من خلال اجهزتها التنفيذيه. عندنا اتحاد المهندسين الافارقه، ودي كانت تجربه جميله ان احنا نعمل شراكه ما بين الشباب العربي والافريقي. احنا اتحاد عربي تابع لمظله مجلس وزراء الشباب والرياضه العربي، ونشاطي المفروض ان هو يكون نشاط عربي يعني بحت. فاحنا من اطار الشراكه، وده هدف من اهداف التنميه المستدامه، جبنا الاتحاد المهندسين الافارقه وعملنا شراكه، وجبنا منهم عدد حوالي 7 دول بالاضافه للدول العربيه المشاركه، وكان يعني ده نوع من التعاون الناجح. عندنا نقابه الزراعيين المصريين مشاركه معانا برضو في هذا اللقاء، وبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الشركات الخاصة العاملة في مجال السياحة البيئية.
عظيم. يعني احنا شايفين اتفاق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والهيئات الرسمية والهيئات الأهلية، حاجة أكتر من رائعة. طبعا كل ده بمشاركة الشباب، أعتقد أنه هو صحيح. هيفرق كتير في الفترة الجاية. كل الشكر ليك الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، شكرا جزيلا لك.